العميد سليم السياغي، قائد قوات الأمن الخاصة في مأرب، خريج الدفعة 32 من كلية الشرطة في صنعاء في العام 1999، وحاز على المركز الأول على الدفعة بتقدير عام ممتاز. حصل على درجة الماجستير من أكاديمية الشرطة بصنعاء بتقدير عام ممتاز، وعمل قائدا للكتيبة الأولى في مدرسة أفراد الشرطة بصنعاء. في العام 2011 عين قائدا لجناح الفروسية بكلية الشرطة صنعاء، وفي العام 2013 عين قائدا لمنطقة 70 الأمنية بأمانة العاصمة. في العام 2015 انضم إلى صفوف المقاتلين ضد ميليشيا الحوثي في جبهة نهم، وأصيب في معارك فرضة نهم، ثم تم تعيينه مديرا للقوى البشرية في أمن محافظة مأرب في العام 2016. وفي العام 2018 صدر قرار تعيينه مديرا لأمن محافظة الجوف. وبعد تعيينه مديرا لأمن محافظة صنعاء في العام 2020 عمل على تشكيل لواء عسكري، وشارك في قتال ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة ماس، حيث تعرض للإصابة بطلق ناري في الصدر، وبعد تماثله للشفاء عاد مجددا للقتال. صدر اليوم قرار تعيينه مساعدا لمدير عام شرطة محافظة مأرب وقائدا لفرع قوة الأمن الخاصة بالمحافظة، خلفا للشهيد العميد عبد الغني شعلان رحمه الله.